ايه يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني والله يا جماعة. انا كنت هوحشكوا خلاص، يعني انا كنت هوحشكوا للأبد. حصلت لي مصيبة كبيرة بجد، انا كان زماني دلوقتي من ضمن المرحومين. احكي لكم كل حاجة. مبدئيا كده كنت حاطة تونر خل التفاح، وده شكل القطن. كنت عايزة اقول لكم يعني خل التفاح جامد قوي. انا بقى كنت باكل بالليل كده تفاح وموز كامرون، بقى جايب الموز الجامد ده بقى، وماما جابت تفاح، كنت عمال اكل بقى في الموز والتفاح، جمدان جمدان يعني. ده كده يوم امبارح، او اللي اتبقى يعني من امبارح. النهارده بقى يا جدعان، ده الصبح بقى اللي حصلت فيه الكارثه. كنت محضره العسل بالمكسرات والموز واللبن والنسكافيه، هعمل فطار ملوكي. وحقيقي عملت فطار جامد. بصوا، وش النسكافيه كان تمام، الساندوتش بتاعي كان فيه عسل ومكسرات وموز، والدنيا تمام، مكانش فيه اي حاجه حاصله. فطرت وظبطت نفسي ودنيتي، وكنت بتفرج على فيديوهات، وعملت كوباية شاي لخالته كمان، والدنيا كانت تمام 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 لحد كده يا جماعة. هنا بقى كنت بوريكو خطوط كده مرون جايبها، خطين كده كانوا ب65 جنيه تقريبا، وعايز يشغلهم وكده، سجلهم باسم صاحبه كان عايز يشغلهم. فقلت له لا، ده لازم صاحبك طبعا هو اللي يروح يسجلهم. فسألت ماما كمان، قالت لي اه لازم صاحبه هو اللي يروح يسجلهم يعني. فكانوا عرض ب65 جنيه، تمام، كان في حد بيبيعهم. فده شكلهم، واحد وي وواحد اورنج، تمام. فقلت بقى اوريه لكم كده، وبرده انتوا اكدوا لي يعني الخطوط دي لو باسم حد ينفع تتسجل باسم حد تاني ولا لا، ولا لازم اللي الحد ده باسمه هو اللي يروح يسجلهم برده. ايه يعني؟ قولوا لي، اللي فاهم في الحوار ده يقول لي. تمام، حد كده. انا كنت تمام. انا كنت بوريكم برضو ايه البابيتا بتاعت ايزابيلا دي، ملبسها لها حاليا، شكلها جامد جدا يا جماعه، تحفه تحفه تحفه، ولونها بقى ذهبي كده وكيوته جدا، تحفه جدا بامانه. المهم يا جماعه، استاذ مرون قال لي ادخلي اعملي لي سندوتش من اللي انت كنت عاملاه لنفسك. عادي عادي، قمت لقيت العيش بتاع اختي مخرم كده، قلت اعمله بالتوست بتاعي، واجر قلابة، حطيت الدنيا بتاعتي، حطيت الاتنين توست زي ما انتم شايفين، ظبطت الدنيا، قلت بقى يا حضر له العسل، وحضر له بقى الموز، وقطعتهم وحطيت العسل زي ما انتم شايفين، قلت اعمل للولا الغلبان، عملت له من هنا. وبصوا، مش عايزه اقول لكم اللي حصل، انا هنا بكمل لكم تصوير عادي، بقول لكم ان انا عملت ببرونه الايزابيلا. هحكي لكم دلوقتي اللي حصل، خليكم معايا. هنا بقى بقول لكم ان انا خلصت التلاتة برودكت دول وصورتهم على تيك توك. اللي عايز يشوف الفيديو يروح على تيك توك، يعمل لي بقى ايه فولو هناك، ويشوف الفيديوهات اللي بنزلها لكم اول باول. تعالوا بقى شوفوا ايه اللي حصل في الساندويتش ميكر. ساندويتش ميكر انفجر في وشي، شايفين السلك شكله عامل ازاي؟ السلك انفجر، انا ما اعرفش ازاي، ما اعرفش ليه. هحكي لكم اللي حصل بالتفصيل، خليكم معايا في الفيديو، هتشوفوا كل حاجه، وهحكي لكم كل حاجه بالتفصيل معايا. بس شوفوا معايا شكل السلك الاول، بصوا شكل السلك عامل ازاي. السلك انفجر في وشي. الاضاءه اللي كانت في وشي كانت كفيله تخليني خلاص يا جماعه كده، انا لا اصلح لاي شيء في الحياه الا للموت. يعني بجد انا اتصدمت صدمة يعني شديدة بجد. برضو خليكم معايا، انا هحكي لكم كل حاجة بالتفصيل اخر الفيديو كده، هتلاقوني حكي لكم كل حاجة. هنا بقى يا جماعة، كانت ماما عاملة كشري اصفر وسلطة، حطيت كده 4 معالق كشري، وحطيت يعني قولوا 6 معالق كشري بالظبط وسلطة، لان المعالق 4 معالق كانوا كبار شوية. وحطيت كده تقريبا 5 بطاطس وبيضة كده دحرجتها، وقلت هاكل لان مرون طبعا هيتاخر، ومرون هيجيب اكل معايا، بس انا عارفه ان مرون هيتاخر وان انا هجوع، عشان ما افضلش بقى اكل اي حاجه مش صحيه. قلت اكل بيض، وفي نشويات البطاطس والكشري والسلطه، حاجه ايه برضو ايه، وجبه صحيه شويه لحد ما مرون يجي، بدل ما انا اقعد الخبط بقى واكل اي حاجه في البيت كده. بصوا اهو، ده شكل بقى ايه الاكله وكده. يلا بينا بقى احكي لكم اللي حصل، وهقول لكم على حاجه تانية. يا جماعه، انا لسه شايله شعر وشي بزيت جونسون، يعني حطيته هو بدل الجل، جل الصبار او الجل اللي انا بشيل بيه عامه شعر بشرتي وكده، تمام. يعني
حطيته كده، حطيت طبقة، يا جماعة ما ليضتش وشي، لا حطيت طبقة خفيفة كده خالص، يعني بحيث ان هي تساعد في ازالة الشعر. هو كويس وكل حاجة، بس بصراحة يعني لا، انا افضل الجل اكتر، ما حبيتوش في حكاية ازالة الشعر. بس في حاجة هو عملها، لما حطيته غسلت بشرتي، حسيت كده وانا ماسكة القطنة بنضف بشرتي بالتونر ان بشرتي نضفت جدا، طلعت بلاوي، مع اني كنت لسه عاملة سكراب وغسلة بشرتي بالغسول. يعني التنظيف بالزيت وبعد كده تستخدمي غسول، يا خرابي بشرتك هتنضف بعمق. اعتقد الزيوت بتكسر كل الدهون وبتنضف بعمق يعني، فحلو قوي ان انت تغسلي بشرتك بزيت وبعد كده تدعكي كويس وبعد كده تقومي غاسله بشرتك بالغسول. حلوه الخطوه دي وبتدي جلو كده يعني، يعني هي عن نفسي عطتني جلو. تمام، تعالوا بقى احكي لكم اللي حصل في الحوار بتاع الساندويتش ميكر. بص، انا كنت واقفه عادي وكنت حاطه الساندويتش بعمله عادي جدا، لما قلت لكم رون كان عايز ساندويتش، تمام، واقفه ولقيت لكم بوم، انا رجعت 3 4 خطوات لورا، والله العظيم حقيقي انا يعني مش متخيلين طبعا الخضه اللي انا اتخضيتها. انا يعني كنت في ذمه الله بجد، انا قلت خلاص انا وشي ضاع، لان الاضاءه هبت في وشي والدنيا عملت قفله، فما ما شفتش قدامي، لقيت ضلمه. كويس ان مرون اصلا كان معايا، قلت له يا مرون يا مرون، مش صحيته من النوم، صحى مخضوض، قلت له روح بسرعه طفي ال يعني نزل الكهرباء عشان خاطر في قفله وبتاع، وقعدت ازعق بقى وانا مخضوضه وجسمي كله عمال يترعش. قعدت بقى اقول له كله من الساندوتش بتاعك، لو ما كنتش بعمل الساندوتش بتاعك ما كانش ده حصل، ما انا خلاص كنت خلصت الساندوتش بتاعي. بس الحمد لله خير 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 يعني خير. انا لحد اللحظه اللي انا فيها دي انا مش فاهمه ايه اللي حصل، مش فاهمه حاجه يعني، انا مش عارفه بصراحه، مش قادره استوعب اللي حصل من شويه. ايوه يا جدعان بجد، انا كان زماني دلوقتي يعني الله يرحمني بجد يعني. طبعا الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله على اي حاجه وحشه قبل الحلوه، الحمد لله. المهم ان انا كويسه وما حصلليش حاجه والدنيا تمام والبيت ما ولعش بيا، يعني انا خربه. بس الساندوتش كان قمر يا جماعه، الحقيقه تتقال كان جامد جدا، كان جمدان جمدان جمدان. بجد انا كنت مخضوضه. المهم تعالوا بقى، هحط الحاجه دي دلوقتي، يعني نروق على نفسنا بقى، نروق على نفسنا. هحط الحاجة دلوقتي، المخمرية دي، المست، اللوشن المعطر، وهرطب ضوافري بالخلطة اللي انا عاملاها. تمام، يعني دي يعتبر اخر حاجة اعملها في اليوم بتاعي. مفروض ميرون دلوقتي هيجيب لنا وجبة كنتاكي، مش كنتاكي لا، من مطعم مختلف، هبقى اعمل لكم ريفيو عنه مبدئيا على تيك توك وبعد كده انستجرام، اخر حاجة هنزلها هي اليوتيوب بكرة بقى ان شاء الله. يلا باي حلوين.